سلام، تخيل معي يا عزيزي المشاهد ان الان جالس تطالع قدام عينك العرب ضد الاجانب، مو اي اجانب ولا اي عرب، ابطال العالم في الاجانب ضد ابطال العالم في الميدل ايست او العرب، مونغرال ضد واحد عربي، مستر سيفج ضد واحد عربي، مين العرب هذول؟ افضل اللاعبين، ومين الاجانب؟ من افضل الاجانب، ميثك ضد مونغرال، مترو ضد ميثك، ضد مستر سيفج، ضد بنجي فيش، العرب والاجانب يا جماعه بسيرفر واحد وبطوله واحده الان. الرابط تحت في تويتش، ادري مقطع اليوم ما له دخل لكن حبيت ارضي جميع الاطراف. مقطع اليوم ببجي مولع، بتستمتعون باذن الله، لكن اذا حاب انك تشوف متعه زياده في بث الان قاعد يصير، الحق لان جائز البطوله 2 مليون دولار للجمعيات الخيريه. مين الفائز؟ بتشوفون اليوم معنا. شكرا لكم، بترككم الان مع المقطع الاصلي، هذا فقط تنبيه بسيط عشان ارضي الجميع، والله يسعدكم. طلب اخير قبل تروح على المقطع ولا اطول عليكم، يا جماعه ال 2 مليون ما بقى لنا شيء، لا تنسى الاشتراك، ساعدونا ولا تنسى اللايك. اترككم مع المقطع وترى الرابط تحت، خلص وتعال ننتظرك هناك. السلام عليكم ورحمه الله، مره اخرى احمد او شونج اكس بونج. المقطع اللي المقطع الثالث من ببجي موبايل، الحلقة اللي فاتت شفتوا ايش صار، اثبت نفسي لكن ابو فلة جالس يقول اني انا نوب، اثبت اني اقدر افوز من دونك، كنت معاي وضعت ثقتي فيك لكنك ما فوزتني، وانا اليوم امام الملأ ساثبت اني انا اللي بفوزك. اقول لا يكثر، ادخل الجيم خليني افوزك بسرعة. طيب انا اللي بنزل عشان اثبت لك، عشان اثبت لك ها اني تطورت. ما راح اتكلم يا اخي، بس شوف شوف من ماسك الطياره، شوف هذا يتكلم معنا. انزل لي بوشنك، انزل الحاويات، فيكم غير انزل الحاويات. انا ماني قاعد والله شغل مايك حاويات. يلا ماشي، اللي يحس انه رجال، اللي يحس انه رجال ينزل حاويات. شد شحالك، شد شحالك، اللي يحس انه رجال ينزل حاويات. انزل ابو فلان، انزل عليهم. الله ما ممكن، الله انا ناسي حياته. معاك بالله، خليك جنبي تكفى زحمه، خليك جنبي تكفى زحمه. لا يا رجل، زحمه زحمه يمين، والله في ناس يسيرون قبلنا. يطلق علي وانا بالجو، الله يقطع. بطيبه نزول، انت انزل بس يسوي لك. وين رايح؟ وين رايح؟ اوكي، نزولك موتنا. شوف داخلنا، ايوه يمكن تلاقي سلاح. تكفى سلاح، ما معي الا دروع، ما في السموكي والتكفى سلاح. عندي خطة. شنو خطة؟ اسمع خطة، برمي سموك وبنهرب قدام. طيب بنهرب. والله انت راح توديه للموت. ما اشتغل سموك، ما اشتغل، اشتغل اشتغل. لا اشتغل اشتغل، يبي له وقت. حرق حرق حرق. سموك ما منه فايدة. فوق 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 فوق. وين رحت انت؟ في واحد واحد. زين رجع البيت، رجع البيت. معي حاجة ثانية، معي حاجة ثانية. اسمع، جان حط برمي، جان وين احط رجلي فين؟ خلنا هوب روح له، روح له. لا شافك، اطلع اضربه بيدك. والله انت مع نفسك اضربه بيدي. تعال شوف انا هنا، تعال بعيد بعيد مره. انا قاعد اشم حاجه ريحه خايسه وخر. شوف انا عندي كار. شنو هذا جيم؟ هذا جيم السرفايفل. مين جيم انت؟ صاح يا رجل، صدقني جيم سرفايفل. شباب انا ابو في سفينه، نركب السفينه، ودك نلف عليهم. هنا اركب اركب، ما ابغى اركب اركب سريع. ما عمري سبت سفينه قسم بالله. لا فورتنايت، وين فورتنايت حبيبي؟ هنا الحرب، انا الحرب الحقيقيه. كيف انا في مين؟ يمين، ما الف يمين. اطلع انت وخطتك وحركتك. انا غلط اني قاعد اسمع، من الان انا اللي اقول الاوامر. انا أوكي. انت انا المحترف هنا. هنا انتبه، هل بيخرب شيء؟ ايوه اسمعني، راح عم الطيار ضرب. اوه دبي كذاب، ما شاء الله شكلك تحب اللوت زي انا وناصر. ما شاء الله تبارك الله. والله شوف يعني الا الدبي. ايش عندي؟ ولا عندي، والله دمجته مره بفل، دمجته مره. هي لا تفنش، لا تفنش يا اسطورة. يلا جاك 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 جاك. هاي وين البوت اللي ذبحته انا؟ دي بي ابو فلا، ايش رايك بالشورت حقي؟ رايك اغيرت لبسي. ايوه
ابغى هنا قلت شوف هذه جنطه تقدر تلوتها؟ اي انا الوت كل حاجه ما تدري شكلك انت تصبر تقدر تلوتها؟ الحين اشتغلك على الموضوع اخر ابغى هيل ما ادري حسبت اني اقدر احفر عندكم ما في يا ابوي انت شايف هيلي طالع رسمي انا مثلك يلا من مشكله ما شاء الله ما حد يذبحنا الحين باذن الله انا بشغل اوه شت عليك اوه شت في واحد عليك في واحد اوه شت والله لعيبه انت ترد على كذا فلو وينه او لا راح في غيره قدامي في غيره قدامي غير قدامك شو لا انزل تحت جمع منه هيلث وقومي مو شوي النوت ما عندي بي النوت حلو مره احلى نوت شفته في منه فنشي انا طلع موتك وقت مع الوقت والله اسف انا غلطت انا سبب الخساره لكن الجيم الجاي هو الجيم اللي بثبت فيه نفسي العب انا ما اشوف وش انت وين راحت والله يقطع شوف والله فتحنا طيب اسمع ايوه هنا هنا يقول لك نوت بعدين نروح نمسح ايش رايك ولا كان ضايع بوتشك بعد عن امسك اسلحه عندي فرد هاك ماي ها في ناس يمين ها اقول عندي رشاشات احا انا اللي بفوز كره والله يوضح عليك انك يعني ما شاء الله هدي لا تغرك ترى منو بهدي انا لو انا راح ابو فلا راح اي بوتن مسكين خليه لا لا دمك حامي انت تبي تكتب هدي كله بوت ترى والله بوت تعال البوت يلا بس يلا نوم بوت هنا ما تمشي معاي هنا بوت ما يمشي معاي انا بوت ما يمشي معاي اول واحد ببجي يا ولد يمزح بوتشك بستان حبيبي شوف بوريك حركه عشان تتعلم انت بعدين لازم تتعلم الدباب تبنشر الكفر هذا مو كانك صاير تعلم لي بدال انا اعلمك ها اركب انت ساكت اركب يا رجال ايش هذا بس نبغى احنا الدربات نبغى ايش تبغى نمسح سكول خلنا نمسح سكول ايوه شايف الطياره اللي فوق ايوه ليتس جو يا حبيبي لا بموت ما عليك ايش رايك اسوق انا انت ما في قدامي وين ما يحتاج اقول لك وين يا اخي عمي قاعد قابل بوتات ارحم لي والديك وقف والله اروح للبوكس تعال دي بي يا وحش واحد عندنا قصف جوي شكله لا ما عليك هذا بحر اوكي لا تكفى قصف اسمر اقدر نفس هذا واحد اجلده تبره ميت ما توقف ما نوقف اكمل كفو روح يا ابوي روح واحد بالله بسنايبر واحد Oh my god What's going on here لا انت من اليوم
طالعني انت من اليوم علمي علمي انت معلمي منك تعلم شنو هذا طيب تخير الطلقه الاولى والثانيه والثالثه كل سيارة سيارة على ان اي سيارة على ان اي سيارة على ان اي ورا الجبل هذا يمين راح يمين من اليمين يمين يمين كلكم يا ربي ايوه هذا شوفه ايوه هذا روح له ابيك تجيده بالدي بي روح اسهلني اجرد يا ولد اجرد يا ولد اجرد باقي واحد الله ياخذ هاللعبه بغت تضرب تضرب في ناس تضرب تضرب ما انزل بدون ما انزل السد بدون ما امسك الارض قاعد امسح لك السيرفر 85 يشوفنا جد يا ولد روح جد خلاص انت ما تنزل من السياره هذا خلاص التحدي هذا لا تنزل ابد سيرب ما ينزل يا حبيبي روح لامك يا حبيبي روح لامك بس هذا اجي يا ولد يا ولد روح بس ما نوب ذول يبغون ياخذونا كمل بالله ودنا على الناس تعرف تلعب بالله عليك ابشر 14 كنز يا ابو فله اعذرني على الفشل اللي جبت لك اياه واعذرني انا لو سمحت احتاج ناس تعرف تلعب لو سمحت فازل لا حول ولا قوه الا بالله والله السياره تنفجر علينا يا رجل والله شكلها هذيك السياره خنبدل حلو باقي بالجيم اربعه لا خلينا نلحق نذبحهم كلهم يلا ها قدام فلا 200 ولا توقف افتح الدروب ودري عندك قدام انا راح الف يمين يسار يلا رشاش جاهز اجرد الاول وايد الاول راح لا الارسيبر دقيقة اقربك يا اقربك ولا لا بجد لا نزلت على واحد بس تحبس لا تنزل عندي في واحد نزل انا خلني انزل الحين امسك الارض بعدين اعرف انزل عندك ولا بموت انا بموت توينك تعال عندي انزل عندي شوف ويني واي او تنحاش اهرب خذ سلاح لا في جيش نازل اسكت اسف يلا انت جيت عند الشخص الله لا يوفقك السلام عليكم شباب انا ميت قاعد اركض ما تشوفني لا وين كذاب قاعد تلوت فوق اشوفك كي انا بشك منك وفلا تشك منك ها نشك من كل شقه شقيت احد يا عمري ولا ثاني هذا لعبتي الاماكن ضيقه يا عمري يا رجال يا لعيب المحترف عليك فلير ابو فل فلير هدي اسمع الفلير ينضرب فوق يلا مالك مرة غلط اوكي كيف تطلع فلير والله بنت وخر راح لا هدي ممكن ابو لا ولا تستهبل انت قلت لي يطلق فوق طلقت فوق يا ابو فل بالعباطه تكفى شوف يا غبي لا هناك لازم نحرك لهناك بينزل هناك المفروض تضربه سيده عشان ينزل براسه انت قلت لي فوق هذا فوق خلاص بيزلنا الحين لقيت واحد نوك يا حبيبي نوك وانا 4-9 عمري ليتس جو دباب كمل على باقي الماب دباب اوكي سويته سو انت يلا ايش في اصبر سنايبر وين على كم ما ادري هذا وين هناك هناك ايش هذا هو قاعد من عندي هنا بالضبط عندي محتمي هنا
قاعد يطلق قاعد يطلق المعفي قاعد يطلق ورا 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 الدرس ورا 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 ايوه ايوه ورا هذا ايوه 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 ورا هذا عندي عندي داخل هنا ورا خلاص خلاص ورا ايوه بس ايوه شو قاعد يطلق قاعد يطلق جد جد حبيبي احنا نبي كلات نبي جلد اي والله اي طلقه تسمعها نطب عليه اي طلقه احنا متوجهين لها نطب عليه سم. خلاص سم. عندنا والله اي ها عند 35 شفت 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 هذا شكله بوت لا والله الله اسف والله نزلتك بطريقه غلط الله يقطع ذبحني بدك تمسكني هدي 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 ايزي 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 نزولي غلط انا اسف انا اسف عادي 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 يفجر امه سيارة الله انا اسف انا اسف انا اسف والله لوتك طيب يا رجل شوف انا اذا جاني التوتر هنا انا انعدمت لا خذ لي خذ 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 هيك وزفير طيبة يا عمري يا سدام بوي درم 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 شو رايك اه رمى سموك هذا دليل في ناس ثانيه تدخل ناس ثانيه تدخل لان انا فنشته سريع كان طاق احا انقص يا اشوك يس يس الحمد لله الحمد لله اشرب بيبسي اشرب بيبسي البيبسي هذاك يشربه بالعافيه متكت متكت ايوه حقتي كانت حقت المرحوم حقت المرحوم حقت المرحوم المرحوم الله يرحمه ان شاء الله استعجل استعجل خمسه واحد اثنين ثلاثة خمس يا سلام يا ابو فله باقي اربعة بالجيم باقي اربعة بالجيم دوين اثنين برا الخريطة عند الزون هناك استقبلهم انت هنا ادخل البيت واستقبلهم ايش رايك؟ مات مات يو قاعدين يطقون قاعدين يطقون المفروض تستغلها الان وين وين قاعد يطق؟ ما ادري بس يبغى واحد مات ابو فله ابو فله ضدك اخر اثنين اوكي شوف على حسب ايزي والله ايزي والله ايزي اشرب 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 بسم الله عليك اشرب 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 عشان اهدي شوي خليني اهدي شوي اوكي وين امم الحين وين هذول اللي راح اوه لكم عند لا لا ارجع ارجع قفل الباب اوكي لا 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 اصفين اصفين لازم يبين هذاك هو تدخل شي سنايبر يا عمري ما عليك انت عرفت مكانه باقي الثاني ارجع المكان الثاني مسموك ايوه تمام 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 هادي 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 اه شفته 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 ترى شافك ترى شافك اوكي اوكي يدري عندي يدري عندي شيخ زفير شيخ زفير انبطح الحين انبطح انبطح يا سلام عليك ما شاء الله الله يحفظك يسار 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 ربي يحفظك ان شاء الله من كل الاعداء ربي يحفظك ربي في رمضان الكريم هذا ربي يحفظك ورتبن يا تبن لا تجنني ها تراك من داخل الزون معك فرق ابو فله معك فرق ايه والله عندك صادق يا ابو فله ارفع او كبر بكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا لا كبر 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 اقوى كبر اقوى الله اكبر كبر اقوى كبر اقوى كبر اقوى وغادي توصل انت ما انت ما كبر عندنا ايوه هذه كانت قريبه كبيره عندك كبيره اقوى ولا في استراتيجيه اسمها استراتيجيه الجره ايوه ابو فله يا سلام عليك ايوه ها شافك شافك قدر الفرود ولا ثريم بعد ثريم قاعد يرمون علي مالك انا اسف شيخ زفير شيخ زفير يا ربي احفظك يا ربي احفظ ولدنا يا ربي احفظ ولدنا انبطح اللهم احصل شكله احمد ما في امل اني افوزك يا احمد فنهاية المقطع يا جماعة الله يعطيكم الف عافية شكرا جزيلا لكم انا الى الان ما زلت بيجي يوم انا اللي بفوز فيه واذكركم يلي طلعونا الان بيجي يوم انا اللي بكون فيه مفتاح الفوز ابي منكم طلب
واكتبوا لي تحت اي شيء غلط انا سويته ونصايح انصحوني علموني ابى اقرا وباشوف. واذا حابين نستمع لسلسله ببجي تنسى اللايك والاشتراك والاشياء الحلوه فعل الجرس. وفي الاخير قناه ابو فله تحت ولا قاطف يا ود خليك لعيبه ببجي دعموا يا جماعه دعموا تحملوا طوروا الله يعينك. قاعد تقهرني كلامك قاعد يقهرني مره قسما بالله. ابغى لي مقطع عشان ما تهاوش معه. شكرا لكم والوعد قدام بتشوفون هذا السوحة بغيره اذا ما شريت سكنات بخشني الريال لازم يا ولد تكفى غير السكنه الزباله. يلا شكرا لكم. السلام عليكم.